ورحمة الله وبركاته. أنا متأخر على أخوي صاحب الأخلاق العالية، الفنان المحبوب، الفنان اللي كل الخليج أحبوه، والله العظيم تشوفه تبتسم، كل شخص يشوفه يبتسم، صدر رحب وقلبه وسيع ويها ابتسامة، أسأل الله يحفظه إن شاء الله وأجر وعافية. خطاك السوء يا أخوي الكبير بلال الشام. مرة من المرات كان بسوق المباركية يحضر إحدى حفلاته، يأتي يمكن ياهل ماسكة علبة الورود هذه اللي تنفجر وطلع ورود وزهور وحركات، هذه اللي فيها شنو المشكلة؟ غاز بتروجين على حسب ما وصل لي، يعني من تبطل العلبة لازم ينفجر، يجيب لك ورد وحطه بالعلبة وبطل ما ينفجر، بس هذا في قاس تسببت بشبكة العين لأخوي بلال الشامي، عسى الله يحفظك. وأنا اطمنت عليه والحمد لله هو بصحة وعافية، مع مرور الأيام تتحسن، عسى الله يشافيك ويعافيك.